فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة؟ هل صلاة مثل هذا صحيحة؟ يعني ما هي بصحيحة، لأنه ترك ركن الوقوف، ترك ركن الوقوف وهو يقدر عليه، إنما يسقط الوقوف عن من لم يدرك، من لم يدرك الإمام جاء متأخرا وأدرك الركوع فقط يركع معه ويسقط عنه الوقوف لأنه فات. أما إنسان يجلس ويتعمد هذا ولا يقوم إلا عند الركوع ما تجزي هذه الركعة، لأنه ترك ركنا من غير عذر. كان بإمكانه ما دامت الصلاة نافلة تراويح مثلا أو تهجد، بإمكانه أنه يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس، لأنه يجوز للمتنفل أن يجلس. أما الفريضة لا، لابد من القيام على الأقل يقولون بقدر قراءة الفاتحة، لازم من القيام قبل الركوع إذا تمكن منه، إذا تمكن منه لابد منه بقدر قراءة الفاتحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.